السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مجموعة الناظرون إلى بيت المقدس في فعالية جديدة اليوم. اليوم هو يوم الخميس العاشر من شهر ديسمبر كانون الأول عام 2020. اليوم في عنا فعالية تصوير منطقة القدس وقبة الصخرة. احنا الحين موجودين في منطقة الدير، أقصى جنوب الدير في منطقة الكشخة، وهذا التصوير نبلش فيه من عند منطقة الرام ورام الله. هذا طول بدو بيطفي تقريبا في منطقة رام الله برج رام الله. فإذا رحنا طبعا شمال القدس، بنروح للجنوب قليلا، هذا الضوء المستقيم اللي شايفينه هو لمنطقة الطيبة، بعدين بنمشي في تقريبا هاي مستوطنة سقات، احنا ماشيين باتجاه الجنوب، هيك احنا بنكون بلشنا في منطقة القدس وبيت حنينة وشعفاط، اللي تحت هاي عناتة. اذا بتشوف التورين هدول البضوة، التورين هدول تحديدا لمنطقة الدالة الفرنسية، الدالة الفرنسية فيها أكثر من مبنى، بس هدول ظاهرين من جهتنا هي سكنات لطلاب ولبروفيسورية الجامعة العبرية. طبعا في مساجد هون في منطقة هاي العيسوية، بعدين بيجي ندخل على شايفين السيارات، هاي السيارات اللي طالعة من منطقة القدس اللي هو نفق حزمة. نفق حزمة تحت جبل المشارف، ما بين جبل المشارف وجبل، يعني عاملين نفق حزمة جبل المشارف، وعلى يسار حزمة اللي هو جبل الطور. طبعا هون نشوف الجامعة العبرية، الضوء الحمر كتير، في تور هيك صغير في وسط الصورة أعلى، هذا التور عبارة عن برج التلفزيون. بعدين نمشي للجنوب شوي، نشوف هون كنيسة أغوستا فيكتوريا اللي هي كنيسة المطلع على جبل المطلع، ونشوف المسجد، هذا مسجد خالد بن الوليد في الطور. طبعا هذه القصة طويلة إن شاء الله نشرحها سابقا لاحقا. بعدين بنروح للجنوب كمان شوي، فنوصل لكنيسة الصعود الروسية الأرثوذكسية، وللعلم طبعا في أكثر من كنيسة صعود روسية، وفي كاثوليكية، وفي طبعا في هون على زاوية هذا الجبل البدو بطفي هذا فندق اسمه فندق الأقواس السابعة. بعد فندق الأقواس السابعة ببلش ينزل جبل الطور، بيسمح لنا نشوف العزرية أسفل، ونهاية جبل الطور هذا بس يجي يستوي ويصير عندنا المجمع في المسجد الأقصى. المسجد الأقصى أمامنا، المسجد الأقصى بجميعه وبهدله وبجماله وبقبته الذهبية ظاهر أمامنا. أعلى المسجد الأقصى في خط مستقيم هذا منطقة اللي هي وزارة التربية والتعليم في القدس، في مباني عالية. طبعا هلا منبلش في القدس الغربية، بتبلش تظهر معنا القدس الغربية هون. إذا بتلاحظوا في الأبراج، هذا برج أبراج القدس الغربية تظهر عنا، لأنه إحنا في مكاور الزاوية تبعتنا بتظهرها إنها في الجنوب، بس هي فعليا جنوب غرب القدس. ففي عنا هذا فندق الكراون بلازا اللي عليه النقطة الحمراء، بعد الكراون بلازا بيجي فنادق أخرى ومجمعات سكنية ومجمعات تجارية، ما فيها مجمع كلال ومجمع مكابي الطبي وفندق الشيراتون، كلها في هذه الزاوية متراكمة. طبعا نقدر نميزها هون. طبعا هذا البرج المائل اللي عليه الضوء البدو بطفي، هذا برج موجود على المثلث لفتة، بسموه برج التشين بريدج أو السلاسل أو المعلق. وبعده على طول بنشوف أحد الفنادق والأبراج، أسفل منه على طول اللي هي منطقة الملك داود أو النبي داود، بوابة الملك داود وبوابة قلعة الملك داود أو قلعة القدس بسموها، وقبر داود اللي كان التجاني هم القائمين عليه إلى سنة 40. فهذه هي القدس تقريبا. هون بتبلش منطقة جبل القدس اللي هي سلوان، ونحن هيك متجه للجنوب كمان باتجاه جبل المكبر،
ممكن يظهر معنا هلا التوراة اللي على جبل المكبر. هذا جبل المكبر المنطقة العالية إذا بتشوفوا، ونشوف هون في تور كبير، هنشوف هون تور كبير. نعم في منطقة، هاي هو التور الكبير اللي هي منطقة لمسس محمد، منطقة المالحة وبيت صفافة ومنطقة أرنونة. هذا التور الكبير على اليمين، تورين جنب بعضهم توأم في أرنونة، اسمه تورين صهيون، واللي على الشمال اللي هو تور الهولي لاند الموجود في المالحة. إذا نتجه للجنوب قليلا، هاي بداية تقريبا شارع الخليل اللي بروح على مدينة الخليل، بمر من مدينة لحم، وأسفل منه اللي هي منطقة بيت لحم، والمنطقة العلوية هي منطقة جيلو، مستوطنة جيلو اللي عليها نقطتين الحمر، وبيت جالة اللي تحت النفق. طبعا في نفق بيت جالة بالخارج هنا اللي هو الأضواء، وهي تقريبا في الوسط شايفين السيارات تدخل على النفق اللي هي في منطقة جيلو. إذا بدنا هون نتجه، طبعا نتجه في الاتجاه الجنوب أكثر، هذا الشارع الفاصل ما بين مستوطنة زيت وبيت لحم، ونشوف السيارات الخط السريع اللي هو خط اليهود خنسميه، اللي بيجي من الخليل للقدس، وفي خط آخر في وسط المنطقة. هاي المستوطنات تسمى مستوطنات عطيون، عالية جدا برضو تابعة عطسيون. بعدها تقريبا دخلنا في حلحول، النقاط العالية، وبعد حلحول يا جماعة الخير احنا دخلنا في الخليل رسميا، وبعد حلحول تقريبا منطقة الشيوخ ومنطقة بيت عنون، نتجه إلى الخليل. هاي شارع الخليل أيضا، إذا بتلاحظوا خفت حركة السيارات مستوطنة الخليل هون، كان مجمع عطسيون تخطيناه. وإذا رحنا هيك تقريبا ننزل لتحت شوي، على بيت لحم. طبعا معنا هون زميلنا في المبادرة على اطباخي حبيب الشعب. هاي لحظة شو، هاي عطسيون، بعد عطسيون بتيجي المستوطنين. خلينا اوكي لحظة شو، نتأكد من ايش، نتأكد من عطسيون. هاي لساتنا احنا عطسيون، حتى نروح لهناك. هاي عطسيون برضو تابعة لمثلث عطسيون رحيل. وهاي عندك اوكي هاي الدورات. هلا بنيجي هون، ننزل لتحت خلينا نتأكد بس نشوف اذا نقدر نطلع كنيسة المهد. نشوف كنيسة المهد، نقدر نعمل زوم شوي بس بليز. اوكي هذا بالاغلب كيلو لسه، هي اوكي. فاذا هي بيت لحم، هذا شارع الخليل القديم اللي هو شايفينه الطويل، شارع الخليل القديم اللي في وسط الجبل. فبيت لحم هي احنا بدنا ننزل شويه لعند كنيسه المهد اوكي، ونحاول نعمل زوم عليها. حبيبنا دكتورنا اوكي ننزل شوي نعمل زوم اوكي. خاصية الزوم هلا للأسف غير متوفرة، بس هي مبدئيا تحت بالضبط
هذا مجمع المباني اللي تحت أسفل أسفل وسط الصورة، المضوي الضوء القوي، هو منطقة بيت لحم، منطقة الرعاة، ومنطقة كنيسة المهد. أوكي حاضر. هلا نرجع لقبة الصخرة. نرجع لقبة الصحراء في صهيون، منطقة جبل المكبر، ومنطقة جبل المكبر وأبراج القدس، هون أبراج القدس وبرج لفتة، برج السلاسل، أبراج العربية. هذه قبة الصحراء، جامع القبلي طبعا. وسط الشاشة النهاية الجنوبية هو قبة الجامع القبلي، وبجانب المسجد المرواني، وعلى يمينه اللي هو قبة الصخرة. يعطيكم العافية وشكرا لمتابعتنا مع مبادرة تصوير المسجد الأقصى وناظرون المسجد الأقصى من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جميل.